انسولين ريزيستنس اندكس. في الفيديو ده هنتكلم على اتنين من الاندسز اللي احنا بنستخدمها عشان نكتشف الانسولين ريزيستنت، وهما الهوما اي ار والكويك. في البداية هنبتدي بالهوما اي ار. الهوما اي ار اختصار هوميوستاتيك موديل اسسمنت فور انسولين ريزيستنس، واختصار الهوما اي ار بيمثل الحروف الاولى من كل الكلمات زي ما هو باين اللي هي متعلمه باللون الاحمر. بنستخدم الهوما اي ار كاندكس تو ديترماين اف انسولين ريزيستنت از بريزنت اور نوت، بمعنى لو المريض في شك ان في انسولين ريزيستنس بنستخدم الهوما اي ار. والهوما اي ار بنستخدمه بشكل كبير جدا لانه عباره عن اختبار سهل، لانه عباره عن معادله حسابيه وبيبقى نون انفيزيف النيتشر، بمعنى ان احنا ما بنحتاجش ناخد عينات اضافيه من المريض عشان نحسب الهوما اي ار. البارامتر اللي بنستخدمها عشان نحسب الهوما اي ار بنستخدم الفاستنج بلازما جلوكوز والفاستنج بلازما انسولين، ومده الفاستنج بتتراوح ما بين 8 ل 10 ساعات، وبيفضل استخدام الفلورايد كانتيكواجلانت عشان يحفظ الجلوكوز في البلازما. المعادلة اللي بنستخدمها عشان نحسب الهوما اي ار بتشمل الجلوكوز بنضربه في الانسولين وبنقسمه على 405. في الحالة دي الجلوكوز بيبقى بالميلي جرام على الديسي لتر، والانسولين بيبقى بالمايكرو يونت بير ميلي لتر. لو استخدمنا الجلوكوز بالميلي مول بير لتر في الحالة دي بنقسم على 22.5، فالمتغير هنا ما بين المعادلتين هو اليونت اللي احنا بنستخدمها للجلوكوز. المعادلة الاولانية بنستخدم بالميلي جرام على الديسي لتر، المعادلة التانية بنستخدم الميلي مول على لتر، بينما الانسولين ثابت في الاثنين بالمايكرو يونت بير مليليتر. الانتربريتيشن للهوما اي ار اندكس، الكات اوف فاليو بتبقى 2، بمعنى ان اعلى رقم للشخص الطبيعي بيبقى 2، ازيد من 2 بيدينا انديكيشن على الانسولين ريزيستنس، والمؤشر اللي قدامنا ده بيدينا انديكيشن على كل الاحتمالات اللي ممكن تظهر في الهوما اي ار. اقل من 1 بيدينا انديكيشن هاي انسولين سنسيتيفيتي، بينما اكتر من 1.9 indicate insulin resistant، واكتر من 2.9 indicate high insulin resistance، وغالبا بيبقى الشخص diabetic. فكل ما يزيد الهوما اي ار بيدينا indication على الانسولين resistance. الاندكس الثاني وهو الكويكي، وهو اختصار quantitative insulin sensitivity check index، وكلمة كويكي عبارة عن الحروف الاولى من الكلمات زي ما احنا شايفين اللي هي مميزة باللون الاحمر. الكويكي برضو عبارة عن اندكس بستخدمه عشان اكتشف الانسولين ريزيستنت زي الهوما اي ار، ولكن الكويكي بيتميز بانه have wide range of insulin sensitivity اكتر من الهوما اي ار، بمعنى انه بيبقى فيه رينج اكبر من خلاله بنقدر نكتشف الانسولين ريزيستنس اكتر من الهوما اي ار. بنستخدم نفس القيم اللي هي الفاستنج جلوكوز والفاستنج انسولين، ولكن بنستخدم معادلة مختلفة وهي 1 على log of insulin plus log of glucose، والجلوكوز هنا بنستخدمه بالميلي جرام على الدي سي لتر. الانتربريتيشن للكويكي اندكس، كل ما يقل الكويكي اندكس بيدينا انديكيشن على الانسولين ريزيستنس واللي بيحصل فيها كربوهيدرات ميتابوليزم ديس اوردر، على عكس الهوما اي ار. الهوما اي ار كل ما يزيد بيدينا انديكيشن على الانسولين ريزيستنس. الكويكي اندكس اكتر من 0.45 ده انديكيت هيلثي بيرسون، بينما الاندكس ما بين 0.30 تو 0.45 ده بيدينا انديكيشن على الانسولين ريزيستنس، ولكن اقل من 0.30 ده انديكيت ان في هاي انسولين ريزيستنس وبيدينا انديكيشن ان البيشنت عنده دايابيتس ميليتس. زي ما احنا شايفين كل ما يقل الاندكس بيدينا انديكيشن على الهاي انسولين ريزيستنس. واحنا بنقدر نحسب الاثنين اندكس سواء الهوما اي ار او الكويكي عن طريق كالكوليتور بنسميه الاومني كالكوليتور، بيبقى موجود على الويب سايت اللي هو omnicalculator.com. بيبقى سهل جدا زي ما احنا شايفين، نقدر ندخل قيمه الفاستنج جلوكوز بالميلي جرام على الديسي لتر، وممكن نختار القيمة الأخرى بالميلي مول على الليتر، وبندخل الفاستنج انسولين وهو بيبقى قيمته ثابتة بالمايكرو يونت على الليتر، وبعد كده بنختار النتيجة يا اما بالهوما اي ار او بالكويك. بيقدر يحسبها في وقت قصير جدا، وبالتالي بتقدر تعمل لها انتربريتيشن وتعرف هل في انسولين ريزيستنس موجود ولا لا.
الاكشن اوف انسولين زي ما احنا عارفين ان الانسولين بيتفرز من البيتا سيلز الموجوده في الايليتس اوف لانجر هانز الموجوده في البنكرياس. نتيجه لزياده الجلوكوز بيزيد الانسولين ويوصل للتارجت سيلز، وبعد كده بيتحد مع الانسولين ريسبتور وبيقدر يفتح الجلوكوز تشانل، ومن خلالها الجلوكوز بيعمل انترانس داخل السيلز، وبعد كده بيحصل له كاتابوليزم عشان يطلع الانرجي او بيتخزن في صوره دهون داخل السيلز. ده الاكشن الطبيعي للانسولين. ولكن في حاله الانسولين ريزيستنس بيحصل امبيرد للاكشن الطبيعي اللي هو امبيرد بيولوجيكال ريسبونس تو انسولين ستيموليشن في كل التارجت تيشو اللي هو بيأثر عليها الانسولين، سواء الليفر او المسل او الاديبوز تيشو. زي ما احنا شايفين بنلاقي ان الانسولين ما بيقدرش يفتح الجلوكوز تشانل لان الريسبتور بتبقى انسنسيتيف تو انسولين، عشان كده الانسولين اكشن ما بيشتغلش، وعشان كده بيبقى فيه ما يسمى الانسولين ريزيستنس، الخلايا بتقاوم الانسولين وبالتالي الجلوكوز ما بيقدرش يخش داخل السيلز، وعشان كده بيزيد في البلازما وبيدينا الهايبر جلايسيمي. الكوزز اوف انسولين ريزيستنس، الانسولين ريزيستنس ممكن تظهر نتيجه لبروبلم في الريسبتور نفسها اللي هي الانسولين ريسبتور الموجوده على التارجت سيلز، وده بيحصل غالبا في حالات الاكسس بودي فات اللي هي حالات الاوبيستي. كمان ممكن بيحصل نتيجه لايرور في السيجنالينج باس واي، بمعنى ان البنكرياس بيفرز انسولين بكميه كبيره ولكن الانسولين ما بيقومش بدوره، عشان كده بنسميه الان افكتيف انسولين، عشان كده بيزيد في البلازما. وبالتالي الانسولين ريزيستنس بيبقى مميز بوجود كميه كبيره من الانسولين والشوجر في البلازما، نتيجه لان الخليه مش قادره تستخدمه، ونتيجه لوجود هاي ليفل من الجلوكوز البنكرياس بيستمر في افراز الانسولين بكميات كبيره، ولكن البنكرياس بيوصل لمرحله ويعمل ستوب لعمليه الانسولين سكريشن لانه بيحصل له ابسوربشن لعمليه السكريشن من البيتا سيلز. وعشان كده في حالات الانسولين ريزيستنت بيحصل بريزيستنت هايبرجلايسيميا، بمعنى ان الجلوكوز بيستمر في الزياده لفترات طويله جدا، ودي بتعمل مشكلة داخل الجسم. زي ما احنا شايفين في الصورة بنلاقي ان الهاي بلاد جلوكوز ليفل بيبقى موجود في الدم لفترات طويلة وبيدينا هارمفول افكت، منها ان هو بيؤدي لظهور الديابيتس ميليتس نتيجة للاكزوشن للبيتا سيلز الموجودة في البنكرياس، وبعد كده البنكرياس ما بيقدرش يفرز الانسولين. كمان بتؤدي لانكريز ريسك اوف كارديوفاسكولار ديزيزز نتيجة للديستربنس في الفات ميتابوليزم، بيزيد الترايجلسرايد بكميات كبيرة جدا وممكن يؤدي للاثيروسكلروزز والكارديوفاسكولار ديزيزز. ونتيجة للانسولين ريزيستنس بنلاقي ان الانسولين ريسبونس للجلوكوز بيحصل له ديكريز، وده بنكتشفه في اختبار التو اور بوست برانديال، من خلال ان احنا بندي 75 جرام من الجلوكوز وبعد كده بنحسب الانسولين ريسبونس في خلال الساعتين. في الشخص الطبيعي بنلاقي ان بيحصل جود ريسبونس للانسولين، زي ما احنا شايفين في الكيرف الاخضر اللي هو موجود قدامنا ده، بنلاقي ان الانسولين بيزيد بشكل سريع جدا نتيجه لوجود كميه كبيره من الجلوكوز، وبعد كده بيدخلها داخل السيلز، عشان كده بينزل تاني للنورمال فاليو في خلال ساعتين. ولكن في حالة وجود الانسولين ريزيستنس بنلاقي ان الانسولين بيتأخر في الاكشن بتاعه وما بيرجعش تاني للنورمال فاليو، وده بيدينا انديكيشن ان في انسولين ريزيستنس لان الانسولين ما بيقدرش يدخل كمية الجلوكوز كلها، وعشان كده بيبقى زايد كمان في البلازما. الاحتمال الثالث وهو ان ما بيبقاش في اي ريسبونس للانسولين، بمعنى ان هو بيبتدي يزيد نتيجه للهايبرجلايسيميا وبيبقى زايد بشكل كبير جدا في البلازما وما بيرجعش تاني للنورمال، نتيجه ان في ريزيستنت للاكشن بتاعه والبنكرياس بيستمر في افراز كميات كبيره من الانسولين ولكن بيبقى انفكتيف انسولين، عشان كده زي ما احنا شايفين الكيرف بيستمر في الزيادة بشكل كبير جدا. وعشان كده التو اور بوست برانديال تيست بتأكد وجود الانسولين ريزيستنس. الاتيولوجي اوف انسولين ريزيستنس تحصل في حالات الاكسس ديسفانكشنال اديبوز تيشو اللي هو وجود الخلايا الدهنية، وخاصة الديسفانكشن اللي بيبقاش عليها انسولين ريسبتور، ده بيحصل في حالات الاوبيستي، كمان بيحصل نتيجة للايجينج، كمان بيحصل في حالات الفيزيكال انكتيفيتي وقلة النشاط بشكل عام، كمان بيحصل في حالات النيوتريشنال امبالانس، حالة وجود اكل غير متوازن وفي كميات كربوهيدرات بكمية كبيرة،
كمان بيحصل في حالات الميديكيشن زي في حالات الجلوكورتيكويد وسام اكسوجينس انسولين، كمان بيحصل في حالات الجلوكوز توكسيستي واللي بيحصل فيها وجود كميه كبيره جدا من الجلوكوز في البلط اللي احنا بنسميها الهايبرجلايسيميا، ولكن نتيجه للكميه الكبيره جدا بنسميها الجلوكوز توكسيستي. كمان في حالات اللايبوتوكسيستي نتيجه للاكسس سيركوليتنج فري فاتي اسيد، وده بيعمل ميتابوليك ديستربنس داخل الجسم وبيأثر على الانسولين بشكل كبير جدا. كمان بيحصل نتيجه للجينيتك كوزز واللي فيها بيحصل ديستربنس في الانسولين سيكريشن وكمان في الانسولين ريسبتور، وبالتالي بتؤدي للانسولين ريزيستنس. الساينس اوف انسولين ريزيستنس، بيبقى في بعض الساينس او العلامات اللي بتظهر على البيشنت اللي عنده انسولين ريزيستنس. بنلاقي الفاستنج بلاد جلوكوز بيبقى اكتر من 100 ميلي جرام بير ديسي لتر، كمان بيحصل ديكريز في الهاي دينستي لايبوبروتين بيبقى اقل من 40 في المن واقل من 50 في الومن، بينما الترايجليسرايد بيبقى عالي بيبقى اكتر من 150 ميلي جرام على ديسي لتر، كمان بيبقى فيه زياده في البلاد بريشر بيبقى اكتر من 130 على 80، كمان بيبقى فيه بعض التغيرات في شكل الجسم زي زيادة الويست سيركمفيرنس اللي هو محيط البطن في منطقة الامبليكس بيبقى أكتر من 35 إنش في الومن وأكتر من 40 إنش في المن. كمان ظهور السكين تاجز وهي عبارة عن سمول سوفت سكين كالرد جروسيز تبقى موجودة على السكين زي ما هي موجودة في الصورة اللي قدامنا، عبارة عن نتوءات موجودة في السكين وبتبقى كالرد. كمان وجود الاكانسوزيز نيجريكانز ودي بتبقى عبارة عن دراي دارك باتشز من السكين يوجوالي ابير في الارم بيتس والنك، بنلاقي منطقة من الجلد موجودة في منطقة الرقبة او في منطقة الابط، بنلاقي الجلد فيها بيبقى دراي ولونه متغير زي ما احنا شايفينه في الشكل اللي باين في الصورة اللي قدامنا. دي كلها سيمتوم بتظهر مع الانسولين ريزيستنس واللي بتؤكد وجود ديستربنس في الكربوهيدرات ميتابوليزم، وبالتالي لازم نبتدي العلاج بحيث ان احنا بنظبط الدايت بشكل كبير جدا، وكمان بناخد الهايبوجلايسيميك دراجز واللي بتساعد في تقليل كمية الجلوكوز وبتقلل كمية الانسولين اللي بتخرج من البنكرياس. ولازم ناخد بالنا ان عدم علاج الانسولين ريزيستنس بيؤدي بشكل كبير جدا لظهور الدايابيتس ميليتس، عشان كده لازم نهتم ان احنا نعمل الاندكس اوف انسولين ريزيستنس كل فتره عشان نتاكد من عدم وجوده، وبالتالي بنحافظ على عدم حدوث الدايابيتس ميليتس.